السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بعض المتابعين على القناة بتاعتي قناة ممدوح جنينة، طبعا بعض المتابعين سألوني ازاي يحملوا نسخة أي ويندوز، إن كان ويندوز مثلا 2011، تمام، أوفيس 2024، عندك شركة برامج وأنظمة مايكروسوفت. الموقع اهوت معتز اهوت دوت نت سلاش هنا عرب اي دوت بي اتش بي، اهو ده الموقع بتاعه، هتكتبه وهتعمل بحث هيبدأ يظهر لك الباك. طب تعال نشوف الموقع ده مدينا ايه، او البرامج اللي مديها لنا ايه. هنا برامج وانظمه مايكروسوفت، تمام، وبدأ يدينا ايه، بدأ يدينا كمان هو جميع الاوفيس او جميع البيان. هنا شركه ادوبي، برامج شركه ادوبي، برامج شركه اوتوديسك، تمام، وكمان هنا برامج وادوات متنوعه، برامج المستندات والمكتب، تمام، وكمان الاضافات والمتصفحات، وكمان عندي هنا تطبيقات المطورين والمبرمجين، تمام، وهنا برامج نسخ الاقراص، وهنا ادوات اداره الموبايلات، وهنا كمان برامج المحادثات والماسنجر مسنجرات، تمام، برامج سطح المكتب، برامج هندسيه، وكمان ادوات النظام، وبرامج الضغط والنسخ الاحتياطي، برامج نقل الملفات، عندي قرص الانقاذ، هنا انظمه تشغيل لينكس، وبرامج الالعاب، وكمان تعريفات قطع الكمبيوتر. اهو اي برنامج من ده يدخله يقدر يعرف لك ايه الكمبيوتر بتاعك، برامج الحمايه من الفيروسات، برامج الصوت وايه الصوت وايه والفيديو، كمان عندنا برامج استعاده الملفات، برامج الصور والجرافيكس، واضافه متصفح جوجل كروم، تمام، اضافات متصفح جوجل كروم كمان عشان خاطر تبدا شغال ايه معاه. تعالى هنا هنشوف بعض البيانات اللي انا ممكن ايه اشتغل عليها. لو انا فتحت عملت عرض كده، بدأ هنا مايكروسوفت كده، برامج مايكروسوفت كده، شوف زي ما انت نازل كده، شوف كده كل دي برامج اهو، واوفيس 2019، وكمان اهو عندي مايكروسوفت نت فريم ورك اهو، تمام، وعندي كمان اهو تنزل تفضل تنزل اهو، اوفيس 2003 و2007 واوفيس 2010 واوفيس 2010 اوفيس 2010 اوفيس 2013 2013 و2019، تمام، واوفيس كام بقى، تعالى بقى هنا اوفيس عربي 365 واوفيس انجليزي 365 واوفيس كام 365 مايكروسوفت اوفيس فرنسي، يعني الثلاث لغات عندك عربي انجليزي فرنسي موجود معاك في البناء 365 اهو موجود معايا، ده جديد وده جديد، تمام، ده جديد موجود معايا 365 اللي هو في التطبيقات بتاعته، وهنا دول موجودين معانا. طب تعالى كده اهو مايكروسوفت اون درايفر، تمام، هنا مايكروسوفت بروجكت، تمام، تعالى كده شوف كل البيانات دي، كل ده عندك اوفيس اهوت، عندك كل ده موجود معاك في الايه في مايكروسوفت اوفيس بس، يعني ده تبع مايكروسوفت، تمام. يبقى احنا ضغطنا عليه خلاص، ادوات متنوعة، وابدا اشتغل عليه اهو، لو هو كده، تمام، ببدا افتحه، بقول لك تحميل مباشر، تحميل مباشر، اسم البرنامج، ويدي لك ايه تحميل مباشر، ممكن تحمل اي نسخه، اي نسخه انت محتاجها على طول من هنا من الايه من المكان ده. طب تعالى كده شركه ادوبي اهو، عندك ادوبي اهو، طب برنامج سطح المكتب ممكن تنزله، الجافا ممكن تنزلها، نسخ الاقراص، تمام، اداره الموبايلات، إدارة سطح المكتب، الماسنجرات، تمام، برامج نقل الملفات، النسخ الاحتياطي، أنظمة لينكس، قرص الإنقاذ، الحماية، برامج الصوت، استعادة الملفات، الصور. لا تعالى كده نحمل حاجة بسيطة عشان يبقى أنا موجود معايا الإيه البيانات بتاعتي، المتصفحات مثلا كده، تعالى جوجل كروم، جوجل كروم جديد أهو، مكتوب لك جديد 64، وده امتداد كام 32. طب تعالى ال 64 اقول له تحميل، هيبدأ يحمل لي هنا، اقول له هيقول لك تحميل مباشر، تحميل مباشر اهو، بيبدأ يقول لك اهو، تعالى اقول له جو تو، هنا بقول لك كليك هير، تمام، تبدأ تحمل اهو، تبدأ تحمل اهو، اقول له كليك هير، بتبدأ تحمل، خلاص بيبدأ يحمل معاك، خلاص اهوت بيبدأ يحمل معاك الملف اهوت، وتقدر تشتغل عليه بكل سهولة، تمام. يبقى انا ايه قدرت من النموذج بتاعي ده
اهو جوجل كروم، خش على اهو، وهنا المعتز اهوت، بتبدأ تحمل عليه موقع احترافي جميل في جميع البيانات اللي انت ممكن تشتغل عليها. اشوف هنا بيبدأ ينزل لك اهو جوجل كروم اهو، خلاص بيبدأ ينزل لك كمان ايه، بينزل لك مضغوط، يعني بينزل لك مضغوط. طب تعالى ننزل حاجة كمان، جوجل كروم جافا اهوت 32 اهوت، ودي 64 جافا اهو. تعالى كده في الجافا اقول له تعالى تحميل، هيبدأ يديني اه، اقول له تحميل، تحميل مباشر، تمام، احمله، اقول له ايه جوت اه داونلود اهو، ويقول لك وديني للصفحه، وبعد كده بقول له ايه كليك داونلود، بيبدا يحمله، بيبدا يحمل لي الايه عندي كمان ايه اهوت الايه البيانات. يعني اي نموذج، اي بيانات انت عايزها هيبدا يحملها لك، بيانات سطح المكتب، اي حاجه بيانات سطح المكتب، اوفيس 2019 2019. طب تعالى نشوف ايه اللي نزل عندنا بقى، تعالى اما اشوف كده، تعالى لي في الداونلود اه جوجل كروم اهو، اهو افتحه، تمام، ابدا هنا موجود عندي اهو، تمام، اقول له لا تعالى لي اعمل لي كليك يمين او او اكس استكتر اه، بفكه بفك الضغط بتاعه، تمام، وببدا اشوف جوجل كروم اه بدا ينزل عندي اهو، اقدر اشتغل عليه اهو، ابدا احمله واضغط عليه احمله على الجهاز بتاعي، تمام. يبقى احنا ايه يعني شفنا الايه الموقع، الموقع تحمل منه فين، وفي هنا كمان ايه، مش مجرد بس برامج، هنا ممكن تخش على الاندرويد اه، تطبيقات اندرويد اهو، تطبيقات وحمايه، والجافا نزلت كمان اهو، نزلت عندي تمام. طب تعالى كده اشوف هنا كورسات، تعالى لي خلاص كورسات نزلت اهيت، الاندرويد، تطبيقات الاندرويد، تطبيقات الرياضيه، تطبيقات المحادثات والماسنجرات، تمام. هنا الادوات، هنا منتجات شركة جوجل، تمام، وهنا أدوات متصفحات الإنترنت فايرفوكس أهوت، كل الكلام ده إيه لعند إيه للأندرويد. طب الماك، حد يكلمنا على الماك؟ أه يبقى عندي الماك، يبقى أنا عندي الويندوز والأندرويد والماك والكتب وإيه الكورسات. طب تعالى الكتب، هيقول لك كتب أهو، تخش على الكتب هيبدأ يدي لك كتب. طب تعالى كده نخش نرجع تاني كمان، عندي أهوت الكورسات اه، هنا بقى كورسات بقى ايه، ابدا ايه كورسات، هنا بقى عندك ايه كورسات مختلف ايه المجالات، قواعد البيانات اه، سيكوال، داتابيز، عرض، هنا ممكن اقول له عرض كده، تمام اهو، بيقول لك ايه هنا كورسات قواعد البيانات، اوراكل اي سي اهو، بتبدا تشوف الكورس اللي انت محتاجه، تبدا الشبكات، تمام، يعني هنا البرمجة، هنا التصميم، هنا الصيانة، هنا الهندسة. طب تعال نشوف الصيانة كده، نشوف الصيانة اه، هنا كورس اهو في الصيانة، تبدأ تخش عليه، تمام، عرض المزيد، بتبدأ تخش على عرض المزيد، وتبدأ تخش على البيانات بتاعتك اه. يبقى انا هنا هنا مدونة كمان اهو، تمام، وهنا الكورسات والكتب والاندرويد والويندوز، كل ده شغل الويندوز اللي انت ممكن تقدر تشتغل عليه، تمام. ادوات متنوعة اهو، اول اون وان اه، هنا الاول اون وان بقى ده، هنا بقى تجميع شامله لمجموعات حزمه ايه التشغيل والدعم، وبرامج مايكروسوفت الهامه وايه والضروريه تشغيل الكثير من البرامج مثل ايه الالعاب بسلسله ايه تامه من الاخطاء. البرنامج ده تحميل، لو انا عملته تحميل هو بحجمه كام؟ 378 اهو، لو انا عملت له تحميل هيبدا يتحمل معايا اوتوماتيك في في البيانات بتاعتي، اقول له تحميل اه، ابدا احمله، اقول له تحميل مباشر، تمام، بيبدأ يحمل معايا، بيقول لك خش لي على الصفحة بتاعته اهو، وكمان هنا بيقول لك كليك هير، خلاص هنا بيقول لك داونلود، يعني انت هتضغط هنا تعمل لي ايه داونلود، اي حاجة هتنزل هتنزل عندك ايه في طبعا في الداونلود، تبدأ ايه تشتغلها في النموذج بتاعي. طب تعالى نشوف كمان عندي هنا، لما اخش على النموذج هنا في البيانات بتاعتي، الكتب والمستندات، هنا كمان المتصفحات، المتصفحات اخش على المتصفحات اه، تعالى شوف المتصفحات، اي متصفح هتلاقيه، اي متصفح محتاجه، الجافا هتحتاجه، موزيلا هتحتاج، اي اوبرا هتحتاجه، اي بان سنايبر، كل الكلام ده، كل ده موجود معايا ايه في الـ 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 في, في النماذج. طب هنا الادوات، الموبايلات، في ناس سالتنا على ادوات الموبايلات اه، تعالى شوف الموبايلات اهوت، كل حاجه عن الموبايلات، الماسنجر وخلافه، تمام، تعالى والايمو اهو، وعندك اللينك، وعندك التليجرام والفايبر والسكاي بي،
كل اي برنامج هتلاقيه موجود معاك، والحاجه اللي لسه نازله جديده هتلاقيه عليها مكتوب عليها نيو. تمام، يبقى انا قدرنا الفيروسات، عرض البرامج الفيروسات، تعالى ناس كتير سالتنا عليه اهو، زي افاست، وعندي اهو اي او 360، تمام، والافيرا، تمام، وكل ده بيتديفندر، تمام، موجود كل اي اس تي، خلاص كل البرامج اللي عندك اللي موجوده اللي انت ممكن تشوفها موجوده عندك. ايه برامج الصور والجرافيك، تعال نشوف ادوبي، تمام، اهو كل البرامج دي ممكن اي برنامج تقدر تحمله وتقدر ايه تشتغل عليه. اضافات مصطفح جوجل، اهو عندك العرض، تشوف البرامج بتاع تعريفات ايه كمبيوتر، دي من اهم الحاجات اللي انت ايه سنابي اهو درايفر، وتقدر تشوف اهو سنابي درايفر اهو حجمه كام، 48 جيجا و2. ده بقى سناب درايفر ده كامل اسطوانه تعريف شامله المجانيه، اضخم الاسطوانات اللي تساعدك على تعريف الجهاز. اي تعريف هتلاقيه موجود هنا في التحميل المباشر ده. مساحته كام يا جماعه؟ 48 جيجا. عشان تحمله طبعا لازم يكون عندك انترنت كويس وتبدا تشتغل عليه وتقدر تعمل درايفر اهو، باك درايفر اهو، تعال نشوف هنا 6 ميجا، تمام، انت ممكن تنزله وتقدر تشوف البرامج بتاعته والبيانات بتاعته اللي انت هتقدر تشتغل عليها. هنا كمان درايفر جينز، تمام، تعال شوف الانترنت، انتل درايفر، انتل درايفر ابديت اهو، كل ده انتل اي دي اتش دي اهو، اتش ال دي اتش دي، نيفيديا اهو تعريف النيفيديا، تمام، اي تعريف نيفيديا اهو، نيفيديا اهو، كل التعريفات اهو اللي موجوده معاك اهو، كل التعريفات ديت سام درايفر، تمام، كل ده معروف اهو سام درايفر. لو انا دخلت على ده كده اهو، تعالى شوف كده 777 ميجا بايت، تمام، يبقى انت هنا تقدر تخش. هنا بقى كام؟ خلاص اهو الاصدار، الحجم 6 جيجا، تمام. هنا بقى ايه؟ 48 جيجا، ده اكبر برنامج ان انت ممكن تحمله وتقدر تشوف ايه التعريفات في جميع التعريفات اللي انت ممكن تدور عليها. تعال نشوف ايه تاني عندنا، تعال شوف، تعالى اوريك انظمه لينكس، تمام، اهو برامج الالعاب، تعال نشوف البرامج الالعاب، تعالى اهو اول درايفر، اهو كل الكلام ده، كل البيانات دي اهو عندك اهيت، ممكن تشوفها، ممكن تنزلها عندك في البرامج بتاعتك اللي انت ايه محتاجها. اي برنامج انت محتاجه هتبدا تخش عليه وتفتح اضافات متسجل جوه اهو، استعاده الملفات المحذوفه، تمام، عرض كده، تعال اي برنامج لاستعاده الملفات المحذوفه وتقدر تشتغل عليه بكل سهوله. يبقى احنا النهارده قدمنا جميع البرامج اللي احنا ممكن نشتغل عليها وتقدر نحطها عندنا في الايه البيانات بتاعتي. موقع جميل وموقع احترافي تبدأ تشتغل عليه، تنزل بياناتك كلها، كل البيانات اللي انت تقدر تشتغل عليها بكل سهولة. طبعا لو مش متابعني، تابعني على قناة ممدوح جنينة على اليوتيوب، هتلاقي كل جديد، وقناة اتعلم مع ممدوح جنينة. شكرا لحضراتكم.